في خبر آخر، أكد وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان مهدي بن غربية، أكد البارح أنه باش تتم إحالة ملف المفروزين أمنيا على أنظار رئاسة الحكومة على قريب، مؤكدا خاصة أنه اللجنة المكلفة بالنظر فيه بصدد استكماله وأنها ما زالت مواصلة تحرياتها من خلال جلسات الاستماع لهم. وبخصوص القائمة الأولية اللي تمت مراجعتها مع رئيس الحكومة السابق لحبيب الصيد، تضم 800 شخص، تعهدت بمقتضاها اللجنة لإيجاد شغل للمعنيين في القطاع العام والخاص وصلب سياسات العمل النشطة. كما بين مهدي بن غربية، انشغال اللجنة المكلفة حاليا بالاستماع القدماء لاتحاد العمل طلبة تونس واتحاد المعطلين عن العمل بالتنسيق مع وزارة الداخلية اللي تمت مراسلتها بخصوص ملفاتهم الأمنية. هذا وأشار وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان الأعضاء اللجنة المكلفة بالنظر في ملف المفروزين أمنيا واللي تضم ممثلي وزارة الداخلية والشؤون الاجتماعية والتشغيل والتكوين المهني والعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان إلى جانب ممثلي رئاسة الحكومة.